تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم مراسم يوم الشهيد الذي أقيم في قصر الأسخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولدى وصول الموكب السامي لجلالة الملك المفدى ترافقه كوكبة من الخيالة، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. والآن يصل الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. سلام. قف. طابور استرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أمور بعد ذلك أطلقت المدفعية طلقة واحدة، ثم وقف الجميع دقيقة صمت. بعدها أطلقت المدفعية طلقة واحدة للإعلان عن نهاية الصمت. بعد ذلك عزفت الفرقة الموسيقية اللحن الأخير، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة جنود الوطن البواسي الأبطال، أسر الشهداء، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الشهادة والشهيد: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول الله له: سل وتمنى. فيقول الشهيد: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات، لما رأى من فضل الشهادة. بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي خصص هذا اليوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام
يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن. فتحية إجلال وإكرام ملؤها المحبة والافتخار والكرامة والاعتزاز لكل شهدائنا الأبطال عبر تاريخ وطننا الغالي الحافل بالتضحيات قديما وحديثا، منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول أحمد الفاتح رحمه الله إلى يومنا هذا، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم ووطنهم وذودا عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم. وفي هذه المناسبة الجليلة نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعين لشهدائنا الأبرار ماضيا وحاضرا في مملكتنا الغالية البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي التحالف العربي، ولكل شهيد بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان. ونقول: اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم تقبل شهداءنا الأبرار واجعلهم في أعالي الجنان. آمين. اللهم نور مراقدهم وطيب مضاجعهم. آمين. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. آمين. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. اللهم افسح لهم في قبورهم واجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم واجمع بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم وأهلهم وأولادهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمنا في وطننا. آمين. اللهم آمنا في وطننا. آمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى. اللهم احفظه وأدم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة وأطل في عمره. آمين. اللهم توله بعنايتك ورعايتك وأصلح أولاده وذريته يا سميع الدعاء. آمين. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك. آمين. اللهم واجمع به الشمل ووحد به الصف واجعله مباركا أينما كان. آمين. اللهم أقر عينه بتآلف قلوبنا واجعلنا له جنودا في الحق وعونا للخير يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. آمين. اللهم من أرادنا وبلاد البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وجيشنا ورجال أمننا وأمتنا بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه. آمين. اللهم واجعل كيده في نحره وأدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصرنا على من عادانا وبغى علينا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم وأعدهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين غانمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جلالتكم يتفقد حرس شرف سيد.
بعدها مر عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني تعبيراً عن الوفاء لشهداء الوطن. الملك المفدى حفظه الله ورعاه لسقي فسيلة النخلة. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك المفدى بالتصريح السامي هذا نصه: يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معا بالذكرى الرابعة ليوم الشهيد في مناسبة وطنية عزيزة، تخليدا وتكريما لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فقد ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة خلال أداء واجبهم السامي المشرف، مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء، فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك المفدى بالتصريح السامي هذا نصه: يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معا بالذكرى الرابعة ليوم الشهيد في مناسبة وطنية عزيزة، تخليدا وتكريما لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فقد ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة عبر أداء واجبهم السامي المشرف، مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء، فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا لأجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه. وأضاف جلالة الملك المفدى
أن يوم 17 من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية، ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه، نصرة للحق وإرساء العدل ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب ومد يد العون والإغاثة للأشقاء، انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة، فسطروا أروع معاني البطولة والعطاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية الظافرة. كما قال جلالته إن هذا يوم التقدير لمن يستحق التقدير والثناء بأسمى معانيه، فكل شهيد من هؤلاء فخر لأهله وإخوانه في السلاح، فقد سطر شهداؤنا الأبرار تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم، فأصبحوا عزا لوطنهم ولأهلهم. وإن أسر الشهداء لا يقلون بطولة عن أبنائهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية، فتحية إكبار لكل أب وأم نهل منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة وغرسوا في أبنائهم روح الإخلاص والفداء لوطنهم. كما نشيد بالمواقف النبيلة التي عبر عنها المواطنون الكرام من تماسك ومؤازرة مع ذوي الشهداء، فهذا ما عهدناه من أهل البحرين دائما من وحدة الصف في كل المواقف، فأكدوا أن كل شهيد من شهدائنا البواسل هو ابن لكل بيت بحريني في وطننا الواحد المتضامن. رحم الله شهداءنا الأبرار وإخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة، وأسكنهم فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خيرا، ودام على وطننا العزيز المنعة والرقية والازدهار. بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى يرافقه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى صرح ميثاق العمل الوطني، حيث صافح سموه كبار الضباط بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد. وبهذه المناسبة أكد جلالة الملك المفدى على أهمية ذكرى يوم الشهيد المقترنة بأعياد الوطن وأيامه الخالدة، وفاء وعرفانا بتضحيات شهداء الواجب باعتبارها مناسبة مفعمة بالاعتزاز والفخر نشارك فيها ذوي الشهداء الاحتفاء بالقيم النبيلة التي تحلى بها شهداء الواجب بتقديم أرواحهم من أجل وطنهم وأمتهم، داعيا جلالته أن يرحم الله تعالى شهداء الواجب ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. من جانبهم رفع كبار الضباط أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 47 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، مشيدين باللفتة الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى بتخليد يوم الشهيد، داعين الله أن يحفظ البحرين ويديم عليها استقرارها وأمنها. هذا وتوجه جلالة الملك المفدى يرافقه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى صرح الميثاق، حيث صافح سموه كبار الضباط بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد. فخورين ككوننا أسرة شهداء وأنا أحد زوجة شهداء. هذا اليوم يعتبر لنا عزة وكرامة. فخورة لأنني ولد الشهيد. أنا أعتز أن أنا ولد شهيد، وأعتز أن أبوي حمى الوطن
بس أشكر جلالة الملك لتخصيص هذا اليوم يوم الشهيد، وأنا أعتز أني ابنة شهيد. صدق اليوم يعني ما راح ينسي، وكل سنة عن سنة نتذكر الأبطال واللي ضحوا بحياتهم عشان هالمملكة الغالية، وأتمنى نشوف يعني أمور أحلى من هال يعني اللي صار، يعني ما أقدر أوصف المشاعر اللي فيني يعني والذكريات والأمور اللي. فبس حاب أشكر جلالة الملك والحكومة يعني على هاليوم اللي أملوا قلوبنا بالفرحة والوناس يعني والفخر نفس ما يقولون. أشكر جلالة الملك على هذا اليوم الذي هو يوم فخر وعز وكرامة لجميع الشهداء، لأنها ذكرى خالدة لعائلة الشهداء وأبناء الشهداء، لأننا لن ننساهم وندعي لهم ونذكرهم. أنا أخت شهيد عبد المنعم علي حسين، لقد ضحى بروحه للفداء للوطن، ولن ننساه لأنه قام بالتضحية لوطنها العزيز التي هي مملكة البحرين. أشكر جلالة الملك باهتمام بأبناء الشهداء، وهذا اليوم يوم خالد بالنسبة لنا. أنا أعتز وأفتخر بهذا اليوم لأنه يذكرنا بشهدائنا الذي ضحوا بأنفسهم من أجلنا، وأنا أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على اهتمامه بهذا اليوم. أوجه شكري لكل بحريني يفتخر بوجود هذا الوطن، ووجودنا في هاي الوطن أساس أن احنا نرفع راسه ونقدم الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن.